أحد أضخم المشاريع من حيث التخصيصات المالية وأكثرها إثارة للجدل، مشروع قناة الجيش ذو 23 كيلو مترا، أي ما يعادل 900 دونم، أعلنت عنه الحكومة العراقية في عام 2011، مؤكلة إنجازه لشركة المقاولون العرب فرع العراق في سقف إنجاز زمني لا يتجاوز العامين. إلا أن الواقع كان غير ذلك، فكغيره من المشاريع المعلنة بعد عام 2003، أدرج ضمن المشاريع المتلكئة التي تحوم حولها ملفات فساد كبيرة، خصوصا وأن مبالغ مالية كبيرة صرفت على هذا المشروع الذي لم ينجز حتى اللحظة، والأجزاء البسيطة جدا المنجزة منه تهالكت واندثرت. احنا الحقيقة مجموعة من اللفيف من المواطنين من سكنة صدر القناة، واللي خلفنا الآن هو مشروع صدر القناة اللي المقاولة مالته كانت 170 مليار، والمستثمر المحلي في هذا المشروع استلم أكثر من 85% من المبلغ. الحشائش والأدغال ارتفعت به وانترك وأهمل عمدا، وهذا يعتبر متنفس سياحي للمواطنين اللي ساكنين في منطقة صدر القناة، واحنا قريبين من منطقة الجزيرة السياحية. آمال كبيرة تبددت بعد بضع سنوات من بدء المشروع، فالبغداديون عموما وسكنة صدر القناة خصوصا تأملوا كثيرا في هذا المشروع، لكن آمالهم سرعان ما تناثرت مع ريح الفساد والمفسدين الذين قبضوا أموالا طائلة من الميزانيات السابقة بغية تغيير شكل العاصمة بغداد، مع بقاء سير الواقع من سيء إلى أسوأ. من 2010 لحد 2020 قالوا اكو ترتيب واكو كازينو واكو غير شغلات، ماكو، كل شيء ما شفنا اي تحسن، يعني نفس الوساخ ونفس كل شيء ونفس، يعني بداوا اشتغلوا اول بدايه وبعدين عافوا مثل ما تشوفه بعينك، اكو نهر على اساس بالنص وترتيب وزرع ونخله، كل هذا ماكو، نفس وسخه ونفس الهاي. انت عندك معلومه شيخ الامارات بالسبعينات اجى يريد يسوي دبي مثل بغداد، هسه احنا رجعنا يعني بيا حال، رجعنا للعصر ابو جهل للجاهليه. بدءا من منطقه افاق عربيه حي تونس شمال شرق الرصافه، وصولا الى منطقه الرستميه جنوب غربي ذات الجانب من بغداد، هذا الامتداد الكبير لمشروع قناه الجيش الذي لو اخلص المقاولون في عملهم لكان اعاد لبغداد جزءا من بريقها. 170 مليار دينار خصصت من الميزانية التشغيلية لعام 2011، 80% منها صرفت على مشروع قناة الجيش الذي لم يرى النور، ليركن كغيره من المشاريع في زاوية الإهمال. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.